يعني انت عمليا عم تناقضي حالك على فكره. الموضوع ردي علي. من ايمتى رجعتوا؟ ما رجعنا. عليها الحركات. انت رفيقتي مثل اختي، هالعلاقه لازم تنتهي فورا. لك انت اذا نسيتي كل شيء كيف تقبلي تغدري بمرته؟ يو دخيلك، مو لا تكون مره بالاول. لك يخرب بيتك. اسمعي وليه لسه هلا كنا عم نحكي عن الثقافه وما بعرف شو، صار لازم نحكي عن الاخلاق. على فكره كثير عيب اللي عم تعمليه، وقال عم تتفلسف وعم تقول اني عم بتكبر.